متابعينا في الأردن أسعد الله مساءكم بكل خير. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملموس، كانت أعلى من المعدلات اللي مثل هذا الوقت من العام، طقس ربيعي دافئ في عموم مناطق المملكة. خلال ساعة الليل يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، يعني تسود طقس بارد نسبيا إلى بارد خلال ساعة الليل، لكن يوم غد تنخفض درجات الحرارة أيضا لتعود لتصبح حول إلى أعلى بقليل من المعدلات اللي مثل هذا الوقت من العام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة يسود طقس رطب 7 درجات مئوية مع فرصة تشكل الضباب الخفيف، الملموسة 7 رطوبة مرتفعة، والرياح تكون غربية خفيفة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة ليوم غد بإذن الله. نبدأ بالمنطقة الشمالية، انخفاض قليل على درجات الحرارة مقارنة بنهار اليوم. المفرق 18 إلى 6، جرش 18 إلى 8، إربد 16 إلى 7، وعجلون 15 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 19 إلى 7، البلقاء 17 إلى 8، عمان 16 إلى 6، مادبة 18 إلى 5، والبحر الميت 24 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 19 إلى 10، الطفيلة 17 إلى 9، الشراء 15 إلى 7، العقبة 25 إلى 14، ومعان 21 إلى 6 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق طقس صافي 20 إلى 7، الصفاوي 21 إلى 6، ورويشة 22 إلى 6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.